مستحيل، الهكر رجع وفجر السيرفر. السلام عليكم، شكراكم وياكم مادي من قناة جو قبل كل شيء. أتمنى تشترك بالقناة وتحط على لايك وتفعل جرس الإشعارات، كسر زر اللايك فجره تدمره، وهم اشترك بالقناة خلينا نوصل 25,000 مشترك. ها وكل عام وانتم بألف بيتزا. راح أشوفكم شغلة كلش ضوج تقر، شوفوا السيرفر خرب، صار بي تخريب. سأشيق لكم ما أعرف، شوفوا أنا بس لحظة، طبعا صارت هنا محلات. سأقول الواحد ليش تضحك أو ليش فرحان؟ لأن أكو جانب مشرق. المهم طبعا هاي المحلات بصراحة حتى هاي مغربينها، شنو هذا محل ليش؟ ما أدري هذا كابل ستون، ما أدري شو اسمه، منو باني باي هير. المهم حتى صندوق ما يفتح، عندي الإنترنت كلش ضعيف. طبعا راح تصير هواي شغلات بالسيرفر، واحتمال اغلق السيرفر. شنو هاي؟ حد هاي مخربينها. هاي دجاجه جوا، بس لحظه، يا هاي دجاجه ورعه. شوفوا ما اعرف ليش انت تفجر السيرفر. شنو هاش موجود هنا؟ هذا محل كوارتز. المهم السيرفر صار بيه تخريب، وبصراحه اتعبت كلش اسوي سيرفر، اضيف فيه اعضاء، ثاني يوم اقعد القاه تفجر. طبعا هذا محل شو اسمه كوارتز، شنو بيضه، اريد البيضه. احتمال كلش كبير راح اغلق السيرفر، واللي انطيته وعد وقلت له راح تدخل السيرفر اتمنى يعذرني. بس شنو هذا محل اسمه نذر ستار، ما ادري شو يسمونه. خلي اقول لكم قصه كلش صغيره. اول ما فتحت السيرفر ضفت ناس، اعطيتكم رابط ودخلتوا، صار تخريب، قلت ماشي مو مشكله، رجعت خليته بدعوه، هم صارت مشكله، رجعت ضفت ناس اعرفهم وناس ما اعرفهم، هم صارت مشكله، وبالنهايه ضفت نص متابعين ونص اصدقائي، وهم رجع يفجر. تعبت، واحد يكتب لي بالتعليقات ما افجر ويحلف وما ادري شنو اضيفه يتفجر السيرفر. طبعا صارت اكثر من مشكله، مرات يتعاركون اعضاء السيرفر، مرات واحد يسرق من الثاني، واصعب شيء يجي يفجر. كتبوا لي اكو بعض المتابعين راسلوني كتبوا لي اوامر، يعني خليني ما افجر تي ان تي وما يصير احرق ما ادري شنو سويتها. وابشركم شو يسوي، يجيب لي بيكاكس ما ادري اكس ويجي يكسر الحجاره والخشب. يعني انت شو تحس من تجي تخرب؟ بس لحظه خل اطلع اشوف شو موجود هنا. طبعا هذا المحل شكله كلش حلو، شو يبيع؟ وان ستاك وان دايموند. الصندوق ما يفتح، عندي الانترنت كلش ضعيف. ها وراح اجاوب على سؤالكم، الصراحه السؤال كلش غريب، يجي الواحد يكتب لي بالتعليقات ها طقيت صار عندك لابتوب، ها كمبيوتر. اخواني اخواتي هذا اللابتوب عندي من 2014. زين اذا عندك من 2014 شنو هذا ضربني، اذا عندك قديم ليش ما تنشر؟ طبعا نشرت فيديو مال جي تي اي 5 قديم قبل شهرين او ثلاثه ما اتذكر، راح اخلي لكم اياه بالوصف، اذا ما خليته روح تلقونه بالقناه، قلبوا تلقونه. المهم السبب اللي خليني ما انشر باللابتوب هو الانترنت، عندي انترنت كلش ضعيف، يعني بصوره مو طبيعيه، حتى بحيث الفيديو اللي انشره باليوتيوب ياخذ اكثر من 6 ساعات حتى يوصل لكم وتشوفونه. شنو هذا المحل، شنو هذا؟ وين ادري. ها طبعا اكو هواي محلات راح تصير هنا بالسيرفر، اللي راح يصير، بس لحظه خليني اشوفكم هذا المحل، ما ادري يقبل صوره صاحبه ولا لا، وين ادري اسحب عليه، خليني اروح ذاك المحل. هذا شو قلي صاير تخريب يا اخي، ايش اقول لك ما اعرف. ها طبعا مناطق اعضاء السيرفر بيوتهم ومحلاتهم متفجره، بس ما راح اصورها لان يصير فيديو كلش طويل. من اقول متفجره اقصد يعني مخربين. ها انت اللي خربت السيرفر، اذا جاي شنو هاي حيوانات من جد، اذا جاي تشوف الفيديو احب اقول لك شكرا، بس شكرا. مثل ما تشوفون هذا المحل الجديد، بس لحظه شكله كلش غريب، هذا منو باهني الورق؟ طبعا لا تكتبوا لك عاجز، ها هذا انا كتبت، تنت من اقول لكم عندي كلش ضعيف، طبعا جاوبته وقصيته بالمونتاج. المهم هسه راح اشوفكم شغله كلش حلوه، لا صعد الورق وانا اريد اشوفكم. طبعا هذا ما ادري انا اسميها طبله، هاي تعتبر درج. شوفوا طبعا انا اخترعت ماينكرافت، يعني انا اكتشفتها اول واحد خلص عاد وراك. المهم راح اسوي عده امور او اشياء او قرارات راح اتخذها، بس ما راح اتراجع عنها. سيقول واحد ليش؟ انتم السبب، طبعا مو انتم، وانا ما اريد اعممها على الكل. بعض المتابعين يسوون هيجي، ما اعرف ليش يسوون هيجي، وبصراحه شو يحسون ما اعرف. شو تحس؟ المهم وهسه راح اشوفكم الدمار الخراب اللي صار بالسيرفر. طبعا مناطق الشباب ما راح اشوفكم، او مناطق اعضاء السيرفر اعتقدك ويانا بنيه، وين ادري. طبعا الشجره كلها خربوها،
ليش هيك ما اعرف؟ شوفوا السجرة طبعا هاي منطقة الانتقالات المناطق عبا السيرفر كلها تفجرت طبعا مو تفجر ما ادري ايش يسمونه حرق ما ادري بكاكس ما ادري مقاص طبعا اللي فجر هذا محترف ليش؟ لان انا مانع طبعا مو انا عبا السيرفر مانعينها مال التفجير بس لحظة خلي اشوفكم هاي اللي سواها عبا السيرفر لا شايلينها طبعا ارتقل لكم شغلة كلش مهمة بس مثل المهم رجعت لكم طبعا الانترنت عندي كلش ضعيف واليوم هذا الورق خبصني خابص يقول لي اريد اشوفك مكان سري مو مكان سري يعني شلون اقول لكم منطقته جديده طبعا بعد ما تفجرت ورجع صلحها طبعا هذا درع اليوتيوب شو اسمه لا طحت طبعا درع اليوتيوب بصراحه لحد الان ما اعرف منو صممه يمكن انطرد ما ادري بقى بسيرفر بصراحه ما اعرف اي واحد يشوفه يتفاعل بالقناه تدخله ها العد اقتراحات او تصاميم او ايش للسيرفر خي كتبه بالتعليقات شوفوا حتى حارقين البيت ولكم ليش ما اعرف شو اقول لكم السيرفر نسوي ونبي ندخل واحد من عندكم لو ندخلكم كلكم يجي بكل بساطه يفجر المهم هذا الورع وين ما اخذني طبعا هذاك البيت تشوفونه بس لا ها باني لبيت الورع بيت جديد بعد ما خرب بيته وي همزين ما متت شوفوا اول شي راح شنو هذا الانترنت كلش ضعيف راح اشوفكم بيته الجديد طبعا انا ولا ادري بي شنو هاش موجود ها قدامكم شوفوا قدامكم اكو ورع مخليه تي ان تي يريد يفجر البيت بس ما يتفجر التي ان تي لازم يكسر خشب جاي يحفر ورع مخبى سري لو شنو الورع وي المهم بس لا تضرب ورع شنو هاي الناس صديق اعتقد عندك راح اسرقك راح اسرقك توقعت مليون بالمية عندك لا تقول له لا تقول له الدير تغلى الدير تغلى من الدايموند انا عندي مبدا ومقتنع ان الدير اغلى من الدايموند كيفي كذب كذب اذا الدير تغلى من الدايموند خلي اجيب الدير مالي اغلى ها عندك صندوق ثالث ما ابي شيء فاذا كذا اني دير تايات ما اريدهن لا اجيب واحده اريد واحده المهم بس خل اطلع اول مره من هذا المكان السري وارجع اسولف وياكم عن امور مهمه طبعا ما اعرف لحد الان بنهايه الفيديو راح اقول لكم القرار النهائي استمر بالسيرفر او لا بس لحظه خلص هاي عليه بدي اشوف الورع شلون يطلع ورع اعتقد عنده مكان ثاني ما دام بنا البيت بسرعه وعنده دايموند وعنده كل شيء تريون بالمية شنو ايش كاتب يا برجعتني لك مخذيتي ما دام قلت لي انا سارق تدلل خلف الكواليس راح اسرق الدايموند مالك ورع تعال وراي تعال 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 خلي ارجع لي السبون قبل لا اروح للسبون وي خلي اشوفكم البيت مال اللي تدمر ما اعتقد بيته بس يلا ما يخالف شوفوا البيت كلش كبير يعني تخيلوا اللي بين البيت هذا ما اعرف كم ساعه استغرق الوقت حتى يبني هذا البيت هو القصر ويجي الواحد بكل سهوله بكل بروده خليه تي ان تي خلي اي شيء يفجره قدامكم من اقول لكم صار تخريب بالسيرفر شنو ايش كاتب اسحب عليه من اقول لكم صار تخريب بالسيرفر ما تصدقوني شوفوا تعبت يعني ما ادري ايش اقول لكم بس لحظه صار انام وي صار اسحب عليه اسحب عليه بس لحظه هاي شنو هلا صندوق هاي فائدة التخريب تكشف الاماكن السريه المهم ما راح اخذ اي شيء من عنده المهم اللي راح يصير بالسيرفر هذا السيرفر راح يستمر بعد شهر او شهرين يعني السيرفر بعد 5 ايام يخلص الاشتراك ماله وراح افعله من ضربني ورع وخر هذا السيرفر راح يكون بيه فقط اصدقائي اللي انا اعرفه من زمان ها وعبالكم انساكم لا ها ما دام طلعت لي هذا الاشعار خلي اعلمكم شلون تحضرونه طبعا واحد كاتب لي بالتعليقات او اكثر من واحد تظل ضاغط على الاشعار وتدوس حضر ما ادري شنو ما جاي تصير شوفوا قدامكم بعدي ما جاي تروح المهم راح اسحب عليها اللي راح يصير باختصار السيرفر هذا راح يكون فقط انا واصدقائي اللي راح يكون اعضاء ما ادري غير رسم ما ادري خليه المهم راح نستمر وبالعطله راح افتح سيرفر ثاني فقط للمشتركين احتمال السيرفر اسويه بموقع يعني استضافه ويشيل اكثر من 250 شخص طبعا احاول مثل ما قلت لكم احاول واذا ما قدرت افتح ريلم عادي يعني انطيكم رابط وتدخلون او اضيف اكثر ناس متفاعلين ها واكو شغلة كلش حلوة هذا السيرفر اللي جاي نلعب به راح يستمر فترة طويلة وش راح يصير كل فترة يعني كل اسبوع كل 10 ايام راح احمل السيرفر وخليه على شكل عالم او ماب
وانطيكم يعطيكم رابط تحملونه حتى اي واحد يحب يلعب بالسيرفر او يفجره. ادري بكم تحبون تفجرونه. المهم اي واحد يحب يلعب بالسيرفر مالنا راح اخلي لكم رابط بالوصف، طبعا مو بهذا الفيديو، بالفيديو هذا القادم يمكن بعد اسبوع او 10 ايام ما اعرف. اذا ما دخلت للسيرفر اتمنى تعذرني، بس انا ما راح انساكم، اسوي لكم سيرفر بالعطله، بس تجي العطله مال نصف السنه مباشره راح اسوي لكم سيرفر وانطيكم الرابط. ما ادري تدون برابط لو بدعوه. كتبوا لي ارائكم بالتعليقات، وبنهايه المقطع لا تنسى تشترك بالقناه وتحط احلى لايك وتفعل جرس الاشعارات، وشكرا ترى اليوم مليون مره وصلنا 19000 مشترك، شكرا لكم. وراح اسوي مسابقات بالايام القادمه على بطاقه جوجل بلاي او سيرفرات او اي شيء حسب رغبتكم. طبعا عندي امتحانات حاليا، بس خلينا نخلص امتحانات ونستمر باليوتيوب. بدايه كلش قويه، شنو بدايه؟ استمرار قوي وبس. مع السلامه. اللي ما فهم سالفة الفيديو راح افهمكم باختصار. هذا السيرفر راح نستمر به انا واصدقائي فقط، وراح نسوي لكم سيرفر ثاني بالعطلة، سيرفر للمشتركين. واخر شيء هذا السيرفر كل اسبوع او كل 10 ايام راح ارفع عائلكم على شكل عالم، اللي يحب يلعب بالسيرفر او حتى لو يفجر السيرفر ما يخالف. وبس مع السلامة.